بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مستر محمد جلال مدرس اول ساينس. ان شاء الله النهارده هنلخص درس لوكوماتري سيستم. يلا شباب ركزوا معايا بقى كده. لوكوماتري سيستم احنا هنقسمه لتو سيستمز. السيستم الاولاني سكيلتن سيستم، والسيستم الثاني ماسكولار سيستم. يبقى انا في البدايه كده بنقول اني هنبدا نقسم اللوكوماتري سيستم بحاجتين، السكيلتون سيستم والماسكولار ايه سيستم. الماسكولار سيستم مبني مش موجود، لكن لو جاني في الامتحان كومبليت وقال لي اللوكوماتري سيستم كونسيست اوف، اقول له سكيلتون سيستم وماسكولار ايه. لكن كشرح اساسي بقى هنبدا نركز دين على سكيلتون سيستم. السكيلتون سيستم عندي جزئين. الجزء الاول اسمه اكزيال سكيلتون، اكزيال ايه سكيلتون. والجزء الثاني اسمه ابنديكولار سكيلتون. سكيلتون سيستم يا شباب كونسيست اوف اكسيال سكيلتون وابنديكولار سكيلتون. نيجي على الاكزيال سكيلتون. الاكزيال سكيلتون كونسيستس اوف السكال وباك بون والريب كيج. يبقى انا عندي الاكسيال سكيلتون كونسيستس اوف سكال باك بون ريب كيج. احنا قلنا الاكسيال سكيلتون، بص يا شباب معايا، الاكسيال سكيلتون كونسيستس اوف سكال والباك بون والريب كيج. بالنسبه للسكال لما اجي اوصف السكال بقول السكال عباره عن ايه؟ بوني بوكس جواها الكيفيتي بتاعت الاي وبتاعت النوز وبتاعت الايه؟ الاير. طب جوه السكال في ايه؟ جوه السكال في برين، والبرين وظيفه السكال بروتكت برين انسايد ات. يعني لو جاني في الامتحان وقال لي في ريزنز فور برين از فاوند انسايد سكال، اقول له تو بروتكت ايه؟ ات. نيجي على نمبر 2 اللي هو الباك بون. باك بون يعني عمود فقري. باك بون يعني ايه؟ العمود الفقري. بنقول ان الباك بون عباره عن 33 فرتبري. الباك بون عباره عن كام؟ 33 فيرتبري. سبحان الله، ربنا خلق ما بين كل فيرتبري وفيرتبري في حاجه اسمها كارتلج. حاجه اسمها ايه؟ يعني انا عندي الفيرتبري يا ولاد اهي، انا فيرتبري اهي وانا فيرتبري اهي. ربنا خلق ما بينهم وساده غضروفيه اسمها كارتلج. الكارتلج ده هي وظيفتها بريفنت فريكشن بتوين تو فيرتبرا. وظيفه الكارتلج ده هي بريفنت فريكشن بتوين تو فيرتبرا. وات هابن وين؟ ايه اللي يحصل لو ما فيش الكارتج ده؟ هقول له ات ويل ميك فريكشن بتوين اتش اذر اند ميك هارت بين. اند ميك هارت ايه؟ يبقى انا عندي الباك بون في كام فيرتبري؟ في كي 33 فيرتبري. بين كل تو فيرتبري في ايه؟ كارتج. الكارتج ده بيعمل ايه؟ بيعمل بريفنت فريكشن بتوين تو فيرتبري. ليه يا مستر؟ لان لو مفيش الكارتج دهوت هيحصل فريكشن اند ميك هارد بين. طب الباك بون دوت وظيفته ايه؟ وظيفه خدناها في الاسم القديم اللي هو بروتكت سباينال كورد انسايد ات. وظيفه هناخدها دلوقتي ان هو الاو بادي موفمنت، ابدا احرك جسمي بسهوله. يبقى لما اقول لك في الامتحان منشن ذا فانكشن اوف باك بون، اقول له والله الفانكشن بتاع الباك بون عباره عن حاجتين. نمبر 1 بروتكت سباينال كورد انسايد ات. نمبر 2 بنقول عليه اللاو ذا بادي موفمنت نو دايركشن. نيجي على الريب كيج. الريب كيج اللي هو القفص الصدري. الريب كيج القفص الصدري. الجزء اللي فوق ده اسمه تشيست كيفيتي. تشيست ايه؟ تجويف الصدر. تجويف الايه؟ الصدر. فعندي الريب كيج عباره عن 12 على اليمين و12 على ايه؟ الشمال. على الشمال. 12 على اليمين و12 على الشمال. الريب كيج اللي هو القفص الصدري. زي ما احنا قلنا الجزء اللي فوق اسمه تشيست ايه؟ تشيست كيفيتي. فبنقول الريب كيج عباره عن 12 على اليمين و12 على ايه؟ على الشمال. نقول عليهم كام بقى؟ 12 بيرز. 12 ايه؟ بيرز. كلهم متوصلين من ورا بالباك بون. يعني لو جاي في الامتحان وقال لي كومبليت اول ريبس اوف ريب كيج كونكت فروم باك باي باك بون. طب من قدام بقى من الفرونت؟ اول 10 بس، لو انت حركت ايدك كده معايا، اول 10 ريبس متوصله بعظمه اسمها عظمه استرينيام بونز. استرينيام ايه؟ يبقى فيرست 10 بيرز اوف ريبس كونكت باي استرينيام بونز. لاست اخر اثنين، لاست تو ريبس
doesn't connect from front. Doesn't connect from ايه؟ وعشان كده بنسميهم ايه؟ بنسميهم floating ribs. بسميهم ايه؟ يعني لو جالي في الامتحان وقال لي complete last two ribs of rib cage كولد نقط اقول له floating ribs. تاني الريب كيج عبارة عن 12 pairs of ribs. All of them connect from back by back ايه؟ bone. First 10 pairs only connect by sternum bone. Last two pairs of ribs doesn't connect from front. عشان كده بنسميهم floating ribs. Give reasons for last ribs of rib cage called floating ribs. اقول له because it connect from back. Doesn't connect from a front and help inhalation exhalation process. Help inhalation exhalation process. يبقى الربك الفلوتنج ريبس لوحدها ليها وظيفة help inhalation and exhalation process. طيب جنرال بقى الربكش كله جنرال كده وظيفته ايه؟ وظيفته يا مستر حاجتين. ربنا خلق لي هنا التولانجز هنا وربنا خلق لي الهارت على الليفت سايد جنب الشمال حبة. فبيعمل ايه؟ الريب كيج بتعمل اكنها صداده بتحمينا يبقى بروتكت هارت اند لانجز. يبقى الريب كيج بتعمل ايه؟ بروتكت هارت اند لانجز. الوظيفه الثانيه اللي هي خاصه بمين؟ خاصه بالبروتين جيبس هيلب انهاليشن اند اكزاليشن بروسيس. يبقى لما يقول لي الفانكشن بتاع الريب كيج اقول له نمبر 1 بروتكت هارت اند لانجز، نمبر 2 بنعمل هيلب انهاليشن واكزاليشن بروسيس. نيجي على الجزء بتاع ال appendicular skeleton. كلمه appendicular skeleton معناها ايه؟ الاطراف. كلمه appendicular skeleton معناها ايه؟ الاطراف اللي هي الابر لمبس واللور ايه؟ لمبس. يبقى انا هو لما يتكلم على appendicular هقول له والله يقصد بيها الابر لمبس ويقصد بيها اللور لمبس. يبقى لو جالي في الامتحان وقال لي appendicular skeleton consists of point to point اقول له ايه؟ upper limbs ولور ايه؟ الابر limbs المقصود بيه مين بقى؟ الارم دراعك. واللور limbs المقصود بيه ايه؟ الليج رجلك. اما اجي ابص على الابر limbs، الابر limbs هي دراعي. في 3 بونز، 3 ايه؟ البونز دي اسمها ايه؟ هاند بون، هاند ايه؟ والبون دي اسمها ها؟ فور ارم بون، فور ارم ايه؟ ودي اسمها هيومر بون، هيومر ايه؟ يبقى لو جالي في الامتحان وقال لي كومبليت الابر لمبس كونسيستس اوف اقول له هاند بون فور ارم بون هيومر بون. طب والارم بون كلها متوصله بالباك بون عن طريق مين؟ شولدر بون. شولدر ايه؟ يعني لو جالي وقال لي في الامتحان كومبليت ابر لمبس كونكت باي باك بون عن طريق اقول له شولدر بون. لو خدت بالك من شكل الشولدر بون عامله زي شكل تراي انجل. يعني بيجوا في الامتحان يقول لي رايت ساينتفك تيرم تراي انجل بون ذات كونكت ابر لمبس وذ باك بون اقول له شولدر بون. اقول له شولدر ايه؟ طبعا كنا عارفين ايديا بعمل بيها ايه؟ بعمل ايه بايدي؟ رايتنج ايتنج كاري اني ثينجز. طب نيجي على الليج بقى. الليج 3 بونز. الفوت بون اللي هي رجلك نفسها. فوق الفوت بون في عندي شيفت بون. شيفت ايه؟ فوق الركبه على طول في عندي فيمر بون. فيمر ايه؟ يبقى زي ما خدنا الابر لمبس فيها 3 بونز بردك اللور لمبس فيها 3 بونز. الليجز فيها الفوت بون رجلك تمشي عليها. فوق رجلك على طول العظمه اللي فوق على طول اسمها ايه؟ شيفت بون. اللي فوق الركبه على طول اسمها ها؟ فيمر بون. فيمر ايه؟ طب رجلي كلها اللي هي اللور لمبس متوصله بالباك بون عن طريق ايه؟ عن طريق البلفيك بون. البلفيك ايه؟ يبقى لور لمبس اللي هي الليجز كونكت ويز باك بون باي بلفيك بون. طب رجلي بعمل بيها ايه؟ اولا مين شايل بقيه جسمي؟ هي الليجز. يبقى كاري اذر بارتس اوف بادي اند ووكينج ورانينج. ووكينج وايه؟ ورانينج. يبقى انا كده خدت. قلنا تاني السكيلتال سيستم يا شباب قلنا بيتكون من اكزيال سكيلتون وابنديكلر سكيلتون. الاكزيال سكيلتون عباره عن السكال وقلنا السكال ده هي عباره عن بوني بوكس كونتين كافيتي اوف كافيتي اوف ايز وير ونوز اند بروتكت انسايد ات اي برين. قلنا الباك بون عباره عن 33 فيرتبري بين كل فيرتبري وفيرتبري في عندي ايه؟ كارترج. وقلنا وظيفه الكارترج هو ايه؟ بيمنع او بيعمل بريفنت فريكشن بين اتش اذر. طب وظيفه الباك بون ايه؟ بيحمي السباينال كورد جواه وبيعمل ايه تاني؟ اللاو بادي موفمنت ان اول دايركشن.
ممبر 3 ريب كيج، قلنا الريب كيج القفص الصدري عباره عن 12 بيرز اوف ريبس. معنى 12 بيرز اوف ريبس يعني كام سنجل؟ 24. قلنا اي نمبر بالبيرز اعمله مالتبلاي 2 يطلع بالسنجل. يعني لو جالي في الامتحان وقال لي ترو اور فولس نمبر اوف ريب كيج او نمبر اوف ريبس ام ريب كيج 24 سنجل صح، 24 سنجل ايه؟ و12 بيرز صح، 12 بيرز صح و24 سنجل صح. طيب الريب كيج قلنا كلهم كل الضلوع من ورا متوصله بباك ايه؟ بون. طب من قدام هل كل الريب كيج متوصله قدام بالباك بون؟ طبعا لا. من قدام اول 10 ريبس متوصله بعظمه اسمها سترينيوم ايه؟ بون. اما اخر ضلعين مش متوصلين من قدام، عشان كده بنسميهم ايه؟ فلوتنج ريبس. وقلنا يا شباب ان وظيفه الريب كيج حاجتين، بروتكت هارد اند لانجز، وتعمل ايه تاني؟ هيلب انهاليشن واكزاليشن بروسيس. الابنديكولار سكيلتون كونسيستس اوف ابر ليمبس اللي هو الارم، وقلنا الارم 3 بونز اللي هي الهاند بون والفور ارم بون وهيومر بون، وقلنا الابر ليمبس كلها متوصله للباك بون عن طريق مين؟ شولدر بون. اللور ليمبس قلنا عليها انها عباره عن الفوت بون والشيفت بون والفيمر بون، وقلنا اللور ليمبس متوصله للباك بون عن طريق مين؟ بلفيك بون. تعالى بقى نكمل مع بعض الجوينتس. تعالى نكمل مع بعض الجوينتس. ايه هي الجوينتس؟ لو انت ركزت معايا وانا بشرح هتعرف ان الهاند او الارم في 3 ديفرنت بونز. لو انت حطيت نفسك كده وفتحت ايديك هتلاقي قدام كل بونز او بتوين تو ديفرنت بونز في عندي ايه؟ جوينت. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عملت دراعي كده ادي الهاند بون صح؟ ولا مين؟ فور ارم بون بينهم جوينت. طب وانا فور ارم بون وده مين؟ هيومر بون بينهم جوينت. طيب ايه ده بقى؟ معنى ذلك ان الجوينتس ده ايه؟ معنى ذلك ان الجوينتس دي معناها انها لوكيتد بتوين تو ديفرنت بونز. معنى كده ان الجوينت لوكيتد بتوين ايه؟ تو ديفرنت بونز. يبقى الجوينت لوكيتد بتوين تو ديفرنت بونز. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق ما بين كل بون وبون جوينت ليه؟ تو ايزلي موفمنت. يعني الهدف والوظيفه من الجوينت هي تو هيلب اند ايزلي موفمنت، يسهل الحركه. ولذلك وات هابن وين؟ لو ما فيش جوينت في الجسم هقول له ذا موفمنت ويل هاردلي، ذا موفمنت ويل ايه؟ هاردلي. تعال نقسم مع بعض كده الجوينت لثلاث انواع. هنقسم الجوينت لايه؟ ثلاث انواع. النوع الاول يا شباب اسمه الميفبل جوينت. النوع الاول اسمه ايه؟ الميفبل جوينت. كلمه الميفبل جوينت يعني جوينت كانت موف. والاكزامبل الوحيد اللي ليها السكال. الاكزامبل الوحيد اللي ليها ايه؟ ولذلك لو جالك في الامتحان وقال لك جيف ريزنز فور، قال لك جيف ريزنز ايه؟ فور سكال از الميفبل جوينت، اقول له بيكوز كانت موف ما بتتحركش خالص. طب النوع الثاني اسمه ايه؟ النوع الثاني ممكن اسميه سلايتلي وسلايتلي ايكوال ليميتد. سلايتلي ايكوال ايه؟ ليه دايما تعرف المصطلحات كويس؟ ممكن ادربك على سلايد جوينتس يجي لك في الامتحان ليميتد جوينت، الاثنين نفس المعنى، الاثنين نفس الايه؟ يبقى سلايتلي جوينت او ليميتد جوينت هاز سيم مينينج، معناها جوينت موف ان وان دايركشن. جوينت موف ان وان ايه؟ دايركشن. يعني جوينت بتتحرك في اتجاه واحد بس زي قلبه. دي قلبه انا اجيبها اليمة دي اقدر اجيبها اليمة التانية هكسرها. يبقى عندي الاكزامبل مين؟ القلبه. اكزامبل قلبه. بردك نفس النظام في الليج، في عندك الني اللي هي الركبة. الني احركها في وان دايركشن لكن ما احركش غير ايه؟ في اتجاه تاني اللي هي الني. خلي بالكوا الكي سايلنت، يبقى الني الكي هنا ايه؟ سايلنت. يبقى لما يقول لي جيف ريزنز فور البو اند ني ار سلايتلي جوينت اقول له بيكوز ذي ار موف ان وان ايه؟ دايركشن. نيجي لاخر نوع اللي هو فريلي جوينت. فريلي جوينت او ممكن نسميه وايدلي جوينت. ممكن فريلي جوينت او وايدلي ايه؟ الاثنين نفس المينينج. معناها جوينت موف ان اول ايه؟ دايركشن. موف ان اول دايركشن. عندك اتنين جوينت فريلي في الارم واتنين في الليج.
الاثنين في العرض ده اسمه ريست وده اسمه ايه شولدر جوينت ريست جوينت وشولدر ايه جوينت دول ايه سلاي ايه دول فريلي فريلي يعني بيتحركوا الاتجاهات وعندك اثنين في الرجل اللي هما مين اللي هما انكل جوينت والهيب جوينت يبقى انا عندي اهو اكزامبل بنقول ريست وفي عندك الشولدر في الرجلين بقى في عندك الهيب وفي عندك الانكل يبقى بكل بساطه لو انا حبيت افهم الجوينت بنقول ان الجوينت اتلوكيتد بتوين تو ديفرنت بون الهدف من الجوينت ات ايزلي موفمنت اول بادي بارتس يعني لو قلنا وات هابن وين نو جوينت اون بادي هقول له ذا موفمنت ويل هاردن انواع الجوينت كم نوع يعني لو جيت في امتحان وقلت تايبس اوف جوينت اقول التايبس اوف جوينت ايه ها اميبل جوينت سلايدلي جوينت ها فريلي جوينت اميبل جوينت يعني كانت موف زي السكالو سلايدلي جوينت يعني موف ان وان دايركشن زي الالبو والني فريلي جوينت يعني موف ان اول دايركشن زي الريست والشولدر والهيب والانكل اخر جزئيه ويبقى كده خلصت منهج الحمد لله وهو هاو كان وي كيب اون لوكوموتري سيستم ايه يا مستر مش هتشرح الماسكر سيستم لا الماسكر سيستم اللي يخصك فيه لو جه في الامتحان وقال لي كومبليت لوكوموتري سيستم كونسيست اوف اقول له سكيلتن سيستم اند ماسكر ايه سيستم لكن كشرح ماسكر سيستم لا ده منهج خالص نيجي نقول بقى هاو كان وي كيب اون لوكوموتري سيستم ازاي احافظ على اللوكوموتري سيستم قلنا في بوينت يا شباب ثابته في كل السيستمز احنا خدنا قبل كده النيرفس سيستم ايه النقط الثابته عشان ساعات في الامتحان يطلب منك ميني شانس 3.2 كيب ذا نقط النيرفس سيستم بقى اللوكوموتري سيستم في نقط ثابته اللي هي ايه ميك اكسرسايز ميك ايه اكسرسايز وايه تاني ها ايت فيجيتابل اند فروتس وايه تاني دونت ايه دونت تيك دراجز اند سليب جبلد النوم فتره كافيه النوم فتره كافيه النوم فتره كافيه ده بيؤدي الى السكر طب بالنسبه للكوماندري سيستم بقى ايه اللي يخصه الكوماندري سيستم اللي يخصه ايت فود كونتين الكالسيوم فيسفورس اند فيتامين دي طبعا نو جامب فروم هاي بليس طبعا وي ماست سيت باي كوركتلي واي المفروض نقعد بطريقه سليمه كده في النهايه خلصت منهج والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معاكم مستر محمد جلال مدرس اول يبقى انا في البدايه بنقول السكيلتال سيستم تعال يا محمد تعال يا ابني بسميهم حسبي الله ونعم الوكيل وقلنا بعد كده الابنديكولار سكيلتون الله ينور عليك هقصها